السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن سمعت وكلنا سمعنا ان احتمال الحكومة انها ترد الحظر، والشيء هذا متوقع. يعني اللي قاعد يصير ما في تقييد، يعني جمعات، دوانيات، عروس، حفلات، كأنه ما في شيء اسمه وباء. فشيء طبيعي ان المرض ينتشر. لازم ان نعرف ان في الوباء هذا فرض انه يصير في حظر، وهذا الشيء مو تو يصير، هذا من زمان، حتى على ايام الناس قبل وايام الرسول عليه الصلاة والسلام اللي فيها حديثه الشريفة. وإذا يعني معناه إذا حل الوباء بقرية لا حد يطلع منها ولا حد يدشها لخطورة هذا الوباء. يعني الحظر أو العزل هذا شيء متعارف عليه من زمان الناس، مو لأن الحكومة طبقة لازم يصير كذي، ولا الوباء مثل النار تاكل في العشيم وتنتشر، ولا تعرف أبو أخ أم، ما تعرف. يعني هذا الشيء حتى عند العرب قبل في البر، وما البر إذا جاهم ولا جدري وباء، إذا حل بناس وباء اللي حواليهم كلهم مقرون عنهم، حتى توصل لدرجة إن إذا واحد أصيب بالجدري في البيت كان الأبو ولا الولد ولا البنت ولا الأم، هذه ما فيها يعني تجي الروابط وكذا، لأنه ما تقدر تسوي شيء. يعني هذا اللي يصيب خلاص انتهى امره وراح يعدي الاخرين. يعني لو المرض عليه ممكن يعني الواحد يتحمل، وهذا فكانوا قبل اذا صاب واحد عندهم بالجدري عزلوه، حطوا له بيت شعر بعيد او خيمه، وحطوا عنده الاكل، وحطوا عنده تمر او شيء ياكله ويتركونه. اذا الله قدر له يعني ينجى ينجى، ما قدر له مات، ولا يروح العائله كلها تروح. يعني الناس قبل الحكومات، حتى أيام قبل الكويت لما جاء الطاعون هذا الوباء قتل، يعني ذبح أكثر الكويتيين. ما نجا منه إلا اللي قعدوا في بيوتهم وسكروا على أنفسهم، اللي ما طلعوا واحتكوا بعد، هذا اللي بقى من أهل الكويت. حتى تحضرني سالفة اسمعها، إن في واحدة ولدها وعيالها كبير متزوج ومرته، في وقت الوباء الطاعون هذا مرت الولد قالت أنا بطلع بروح أشوف أبوي وأهلي أشوفهم، فقالت لها أم العيال ما تطلعين، إذا طلعتي معناها بتجينا وبتجيبين الوباء وتدمرينا، لكن يعني أعرفي أن إذا طلعتي من الباب ما راح تدشينا، إن ما نفتح الباب ولا نستقبل ولا نطلع. فعاندت البنت قالت لا أنا بروح لأهلي. يوم راحت لأهلها ولا كلهم مصابين وماتوا، ردت لهم عيت الأم تبطل لها، قالت لو شنو يصير ما أبطل، أنا ما عندي استعداد إن كلنا نروح بسبة عنادك وبسبة عدم تقيدك، ولا فتحت لها الباب وماتت. هذا الناس قبل تسوي قبل مسألة الحكومة، يعني لازم يصير في إحساس مسؤولية. المشكلة ما في إحساس، كأنه عادي، كأنه لا، لازم مثل اللي صاب غيرك بيصيبك. وهذا يعني إذا حاش واحد يمكن يجيب وراه ألف. تو صار سالفة من عندنا من ناس نعرفهم مجتمعين، يعني يجتمعون الأسبوع جمعة الأسبوع وجايهم يتغدى، وهذا يوم خلص قال ترى يا جماعة أنا صايبني الكورونا، بس ترى ماكو شيء، ما في شيء، ترى مثل الإنفلونزا حرارة وهذا. ويوم قال له ما الشكل ويتباقعون. شوف قلة الجهل والجهل اللي فيه. أصيبت واحدة من العائلة، بنت توها متزوجة وحامل وأسقطت جنينها وتوفت البنت، ورجال الكبير مال الديوانية راح اختلى في عنده مخيم، قاعد بالمخيم حظر على أساس أنه ما يعدي أحد،
المسكين الله يرحمه وتوفى. المسألة ما هي سهلة تأخذها أن يعني ماكو شيء، لا في خطر، أن في خطر كبير، يعني في أي لحظة ممكن أنت تكون واحد منهم. والشيء الثاني اللقاح، يعني في بعض الناس يوم جهل ما يبي لقاح، ليش ما تأخذ اللقاح؟ اللقاح هذا سبب الله سبحانه وتعالى أوجده، ما في داء إلا الدواء. ف يعني ان صالحين يعني الغرب او كذا وهالشكل ما ناخذه فيه وما فيه، لا، احنا طول عمرنا ادويتنا ناخذها منهم، الضغط، السكر، الامراض كلها تجي كلها ميد ان امريكا، بريطانيا، السويد، فرنسا، جت على اللقاح. لان في مشكله صايره في بعض عقول الناس، بعضهم عن جهل وبعضهم متعمد. نظرية التآمر يقول إن هذا تآمر علينا، اللي يقول العاقل خصيم نفسه. الإنسان إذا بيتآمر على يعني عدوه أو يبي يذيه يبي يدمره، لكن ما يدمر نفسه، ويسوي خططه لتدمير الآخرين، ما يدمر نفسه. أنت لو تلاحظ اللي تتهمهم بالتآمر أكثر وفيات عندهم بأمريكا وأوروبا والدول الغربية، أكثر إصابات، وهم ناس ماديين، أهم ما عندهم المادة والرأسمالية. تضررت شركاتهم الكبرى وتفنشت موظفيها وأسهمها كلها سقطت في هذا، يعني انضربة وضربة. إذا كانت هذه تآمر أحد يضرب نفسه. ولو تلاحظ أن احنا عندنا والله الحمد أخف إصابات وأخف وفيات. أنا ما دافع عن الغرب أنهم يسوون تآمر، لا، يتآمرون علينا، ولكن يتآمرون سياسيا، القلب الأنظمة أو تأجيج الشعوب، مؤامرات اقتصادية لإسقاط الاقتصاد الدولة أو لنهب ثرواتها، تآمر اجتماعي لتغيير المفاهيم، تآمر على الدين، كل هذا يسوونه إلا الأمور هذه الخطيرة، تآمر بالوباء أو الأسلحة اللي تنتشر، لأنهم هم أكثر ناس يعرفون خطورة هذه الأشياء. هم يملكون أقوى الأسلحة، عندهم القنابل الذرية والهيدروجينية والبيولوجية، لكن ما يستعملونها، لأن يعرفون إذا يستعملونها صار فيها دمار. وجربوها مرة في هيروشيما وعرفوا شنو نتائجها. ومفاعل ما تشيرنوبل اللي بروسيا يوم انفجر أثار عدد سنين على أوروبا كلها، إلى الآن فيها أثار منها. فهم ناس يفهمون أن هذه إذا فعلوها ولا استخدموها ضررها راح يرجع عليها، يعني دمار العالم. فلا يمكن أن هي مسألة فيها تآمر ويدمر نفسه ويدمر شعبه ويدمر اقتصاده. لذلك هذه نظرية التآمر بعضهم ماخذها عن حسن نية ويعني ومتعثر بغيره، وبعضهم لا، تجي من حسابات مجهولة. هذا أنا سميه تآمر، هو ما يبي الخير لنا ولا يبيهم يأخذون السبل الصحيحة عشان يشفون، يبي يجيهم المرض. وما أقول إن اللقاح هذا شافي 100%، ولكن يساعد، يعني يعطي 95%، لو صابك الفيروس يساعد جسمك في مقاومته ويصير مروره عليك خفيف. وكل اللي يقولون إن اللي خذوا يعني خذوا لقاحات ويعني توفوا، هذه نسبة بسيطة، وأغلبها لو تجي في أخطاء صارت عندهم علاجات ثانية، أو أنه مريض عنده مرض ثاني، قلب أو أمور ثانية، وهذه نسبتهم هذول قليلة. لكن أغلب اللي خذوا لقاحات أغلبهم نسبتهم عالية بعدم الإصابة أو الوفاة أو يعني يدشون العناية. فأغلب تشوف اللي يصابون واللي أغلب اللي يدشون اللي نقراها بالتقارير يدشون العناية هم اللي ما أخذوا لقاح. فالإنسان لازم يعني يتكل على الله ويقول عقلها وتوكل. فهذا الله سبحانه وتعالى سخر لنا اللقاح يساعد. الله سبحانه وتعالى الوباء هذا الله اللي قدره والله اللي يزيحه، وهذا امتحان لنا، يعني امتحان يبي صبر، والدنيا مو كلها وناسة، مو كلها بنعيم،
اللي متضايق الحين ما نقدر وما كذا وكذا، كلنا ماني بالحظر، انا واحد ما بالحظر، انا متعود على الرحلات والطلعات، لكن اذا جل جد لا، الدنيا مو كلها يجي فيها بلاوي ويجي فيها مصاعب ويجي فيها، لازم الانسان يعني يفكر شوي ويتحمل هذه الامور ويحمد الله ويصبر، الصبر اهم شيء. وهذا الشيء قد تكلم في احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، لاخر الدنيا تكثر الاوبئه وامراض لم تاتي من قبلنا، وهذا الشيء قاعد يحصل وحالنا معروف. احنا صار فلتان في ابتعاد عن الدين والقيام، وحالنا الله نقول يسأل العفو والعافيه. فانا اقول انصح نصيحتي الاخيره ان الواحد لا يتهاون في هذه الامور، ويبتعد عن الاجتماعات، وياخذ اللقاح اللي ما اخذ اللقاح، ويتخذ الاسباب، وعليه بالصبر، ونسال الله ان يزيح هذه يعني الجائحه هذه، ويحفظنا يحفظنا جميعا والمسلمين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.